ازيكم؟ انا اسمي دكتوره ميري نبيل، انا استاذ البطنه والسكر في القصر العيني والمدير الطبي لمركز كارما للسكر ومضاعفاته. النهارده حابه اشارك معاكم وجهين لعمله واحده وهي السكر. زمان كنا بنقول ان السكر بس ظبط السكر بتاعك وكده كله يبقى كويس، او خد الدواء واعمل اللي انت عايزه وكل اللي انت عايزه، او مش مهمه حاجه تانية. دلوقتي السكر تبين انه تحتيه شمسية كبيرة جدا من مضاعفات كتيرة قوي تحت السطح، وحاجات كتيرة منه مش بتبان للأسف غير لما احنا ندور عليها. زمان كنا بندور على السكر وهو ده أهم حاجة، دلوقتي بندور على تأثير السكر على الكلى، على القلب، على الأعصاب، على العينين. وكأني عايزة أقول لكل واحد من حضراتكم مصاب بمرض السكر، من فضلك توجه لحد مستشار، استشاري، خبير. المهم ان هو يبقى عارف ان السكر ده مش مرض واحد، السكر ده امراض كتيرة قوي وبيهتم بكل المضاعفات اللي تحتيه. زمان كنا بنهتم ان انت تاخد دواء السكر وخلاص، دلوقتي بقينا بنهتم ان احنا كاطباء ننقي الدواء المناسب اللي يقدر يأثر على السكر وفي نفس الوقت يديك اضافات اخرى من تحسن القلب، تحسن الكلى، تحسن المضاعفات بتاعة الجلطات وهكذا. كأن السكر دلوقتي محتاج عينين كتيرة قوي على كل حاجة تحت السطح بتاعه. ربنا يحافظ عليكم، خلي بالكم من نفسكم.